كم صادرت حقوقك الشعرية؟ يعني سمعت بيت شعري ينسب لغيرك؟ هو يعني ما لاتي قاعد ينسبونه، هو هذا يصير عندنا توارد بالشعر الشعبي. هسه إذا يتوثق الأرث الشعري لبعض الشعراء اللي متوفين القدامى، تجد أن أغلب القصائد اللي قرأت الآن هي مال ذولاك، مأخوذة من العراق. هي هواي سرقة أدبية، هواي سرقات أدبية، وإحنا بالعراق خصوصا ما عندنا يعني محكمة أو قضاء خاص يقاضي السرقة الأدبية.